ليجان توجور السلام عليكم، توجور مع لا ريباريسيون تاع الشوديير، توجور رانا شوف الجوهرة دعمونا في القناة راكم حابسين شوية. عندنا اليوم راح نشوف واحد الديفو، ديفو بيزار شوية، ديفو يقدروا يطيحوا فيه ناس بزاف، ديفو واعر شوية مش واعر واعر وشي واعر لازم تكون تتوله شوية. ديفو هذا إن شاء الله نحيو هذا الديفو باش يعودوا ما يطيحوش فيه الناس. الديفو هذا هو نتاع لا شوديير، يقول لك راه يتشعل وتطفى تشعل وتطفى، يقول لك في مود شوفاج تشعل وتطفى تشعل وتطفى تشعل وتطفى، في المود سانيتير يقول لك راهي تمشي عادي، لا شوديير تمشي عادي. حنا في الحالة هذه نقدروا نلقاو الديفو، من بين الأسباب اللي غدوة أنت تقدر تشوف السبة هذه، أنت تقدر تلقاها تصادفها، تقدر تصادف أنت باللي الديفو هذا هو اللي راه يدير لك في المشكل. الديفو هذا وين يكون؟ يكون في بلوك الغاز. بلوك الغاز حنا واش حكينا على بلوك الغاز؟ بلوك الغاز حكينا عليه باللي المينيموم نتاعو يثريق المنة، الماكسيموم يثريق المنة. فوالا هذا تريقل منه الماكسيموم، هذا تريقل منه المينيموم. هادو زوج الخيوط نتاعو الكارطة اللي يعطيو لا فيتيس، هادو زوج اللي يديرو لا فيتيس للموديلاتور هذا باش يطلق الغاز الكونتيتي اللي راهي تحوس عليها لا كارت. حنا لو كان نانيليو هذا رايحه لا شوديير هنا تشعل بالمينيموم، المينيموم واش معناها؟ هو الريغلاج المانيال نتاع 2.5 اللي ريغلوه منا، هذا المانيال هنا راهي تمشي شوديير بالدي بي مينيموم، ما عندها حتى فيتاس من الكارطة، ما كانش كارطة، رانا نحينا الخيط هذا. في الحالة هذه الشوديير نتا في السانيتير تمشي، ليه في السانيتير تمشي؟ باسكو دوموندي نار قاوية باش تحميك الماء، ما يبانش الديفو، هو وكاين ديفو بصح ما يبانش في السانيتير. الخطرة هادو زوج خيوط راهم ياليمونتيو في الموديلاتور وراهو يطلق، راه يحل، راه يحل في الغاز، يسمى المينيموم ما سحقوش، هو راه يخدم فوق فوق المينيموم، راه يخدم بلا بويسونس اللي تمدها له الكارطة عليها يبقى حال ويبقى يمشي. مي في الشوفاج الشوديير كيفاه ديماري؟ ديماري بالموديلاتور هذا، تطلق نار قاوية، تطلق نار قاوية ومن بعد تجي ترالونتي، باسكو عندها الوقت باش تحمي لي راديتور. كي تكون رايحة ترالونتي هي تاني لي التريسيتي من الكارطة للموديلاتور، تكوبي عليه التريسيتي، يبقى يمشي بالمينيموم اللي مريقل هنا. لو كان يكون المينيموم هنا راهو في الزيرو مش مريقل، تشعل هي بالفيتيس بالكارطة ومن بعد كي تجي ترالونتي تمشي بالمينيموم ما تمشيش، تلقى انت هذا المينيموم ما عندكش. وانت كيفاه تتأكد منه تعرفه هذا؟ نحي لها خيط وشوفها اسكو راهي تشعل ولا مش تشعل. اسكو لا شوديير راهي تشعل في المينيموم هذيك النار قليله، الا ما شعلتش خلاص وباقيه البريكي تضرب لازم تديماريها منا، تريقل لها المينيموم نتاعها بالمانو، طلع لها منا تريقل المينيموم نتاعك اللي رايحه تحكم به الشوديير الريتم نتاع المينيموم اللي تحمي به لي راديتور. وكي تسحق لا بويسونس كثر اللي ديرها انت من القفله رايحه تطلق تريسيتي منا باش يديماري لا بويسونس. هذه هي العفسه اللي مالفه تصرى للناس، تلقى دي بي مينيموم ماهوش مريقل، تلقاه في الزيرو، ديماريلو بلا بويسونس تاع الكارطة، هي تجي تستابلي في شوفاج تمشي بالمينيموم وهي تلقاه مسكر. هنا المينيموم هذا لازم تنحي خيط وتريقلو لازم يشعل، لازم يكون كاينه النار تاع 2.5 اللي تكيلها من بريز دو ريغلاج هذا اللي راهو هنا، بريز دو تيست هذا اللي راهو هنا، تركب المانو تاعك. هذه يا خاوتنا وربي يعاونكم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا استنفعنا الاستاذ بمعلومه. السلام عليكم وربي يعاونكم.